أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من أخبار الناس والتي نخصصها استثنائيا للحديث عن فيروس كورونا وإجراءات الوقاية المتخذة في ليبيا. تعزيزا للإجراءات الوقائية لمواجهة وباء كورونا، استمرار الحملات التوعوية في ليبيا للتعريف بمخاطر المرض وطرق الوقاية منه. ارتفاع أسعار مواد التعقيم والسلع التموينية بعد زيادة الطلب عليها والحرس البلدي يطلق حملات تفتيشية لضبط المخالفين وتتابعون في أخبار الناس أيضا لو تحبوك وتحب أمك وتحب ولدك وبنتك وخوتك الزم بيتك الزم بيتك شد حوشك اسبوعين المؤونه اللي عندك كافياتك والله والله باذن الله كيلو كسكسي حسدك اسبوع 10 ايام مية وخبزه نقع مية وخبزه زي الشاه تعيش بيصير لنا شيء ما نموتوش ما في عصر الناس تموت بالجوع ما فيش الكلام هوا تو وإحنا نعرفوا بعضنا اللي بين تبي حد ياخذها بوجبتها ما اقل شيء اسبوع انت يا سيدي اسبزتكم ما تمتوهاش ايش كاين رز ايش كسكسي نشبع فيهم كحول منظفات انت علاش باش ما تموتش. تبي ما تموتش شد حوشك تعزيزا للاجراءات الوقائيه لمواجهه فيروس كورونا، انطلقت حملات شبابيه للتوعيه في عده مناطق بطرابلس لتوزيع المطويات والاجابه عن اسئله المواطنين والتي تدخل في اطار التوعيه والوقايه من فيروس كوفيد 19. تفاصيل اكثر مع زميلة سناء الحبيب من هناك. حمله معا ضد كورونا هي اولى الحملات الشبابيه التطوعيه انطلقت حديثا وسعت منذ البداية إلى توعية المواطنين من مخاطر الفيروس وعوارضه وسبل الوقاية منه حددنا عشر أماكن يعني مبدئيا حددنا عشر أماكن يطلعوا فيها ثلاثة أشخاص يعني شخص زوز متطوعين ومشرف التعليمات اللي اعطيناها للجروبات هذه الحاجات الوقائيه اللي يحموا بها روحهم يحموا بها المواطن في نفسه نفس أيه. المسافه المفروض تندار بين الشخص وبين المواطن، الاسئله اللي المفروض يعرفوا اجابتها، الحاجات الاساسيه يعني للحظه هي ما عندناش اي دعم يعني سواء من جهه حكوميه او من جهه خاصه لكن مجهودات والدعم يعتبر شخصي للحظه يعني, يعني احنا نوفروا في المبالغ هذه كاعضاء ونجمعوا فيها ونديروا في الحملات هذه حاولنا احنا كمؤسسه مع ننزلوا للشارع الليبي وغطينا نقاط معينه داخل طرابلس حاولنا ان احنا, احنا نوزعوا فلايرز اللي هما المطويات على الناس بحيث ان بطريقه بسيطه وفيها صور بحيث ان كيف طرق الوقايه اللي يديروها الناس بالمختصر المفيد يعني فالحمد لله قدرنا نغطوا بعض الاماكن آه اليوم في اربع شوارع جرابه آه هنا متواجدين في اربع شوارع بالحاج وكذلك ميدان الشهداء والقادسيه وهلبا اماكن وباذن الله يعني في الايامات الجايه نحاولوا حتى خارج طرابلس المتطوعون دفعتهم حاله الطوارئ الصحيه التي تعيشها البلاد لتوحيد جهودهم للمساعده ونشر التوعيه بشان فيروس كوفيد 19 الذي يعد أمرا ضروريا وأساسيا متحملين عبء توعية المواطن بأساليب الوقاية قبل أن تتجه الأمور نحو الأسوأ في انتشار المرض معلمين وما لو من ورقات زي ما ويتابعوا في الارشادات مفروض مفروض تكون بكثره ايه مفروض لا 100% توعي حتى المواطن وكل شيء في اللي ما مش ما يعرفهاش الاجراءات هذه والله الوضع احنا فيه تو نقولوا ان شاء الله ربي يهدي البلاد و... مفروض الإنسان يديرها للتحفظات هذه يديرها ككلافز ولا الكمامات والله كويسة تحاول الحملة توسيع نشاطها في مختلف المناطق بليبيا وتنسيق جهودها مع البلديات في مناطق مختلفة لتدريب المتطوعين من مختلف تلك المناطق توقعا للأسوأ سنا حبيب قناة ليبيا الأحرار طرابلس من طرابلس الى مدينه غدامس تقوم بلديه غدامس وكافه قطاعاتها بحملات لتوعيه المواطنين واصحاب المحلات بالخطوات الواجب اتخاذها للوقايه من وباء كورونا تفاصيل اوفى في تقرير زميل عبد السلام الصوفي تفاديا لما قد يقع من وراء انتشار وباء كورونا على المستوى المحلي وتنفيذا للخطة المعدة من رئيس قسم وحدة الدوريات والتحري بالمركز انطلقت جولات ميدانية توعوية لعناصر من الدوريات رفقة آخرين من مستشفى غدامس العام ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية بالمدينة قام مركز جهاز الحرس البلدي غدامس وعناصر مستشفى غدامس العام وعناصر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بتوعية صحية لكافة المناشط العاملة بمدينة غدامس ونحن اليوم بصدد نقدم نداؤنا إلى كافة الجهات والاختصاص الاختصاص بشأن تأمين مدينة غدامس بدخولها وخروجها من أجل سلامتنا وسلامة الجميع من جهة أخرى وبعد قرار غلق حدود ناشد مدير امن منفذ غدامس البري اتخاذ الاجراءات اللازمه والمستعجله لحل مشاكل العالقين القادمين من الجزائر اذ يفتقر المنفذ لاي امكانيات. اكبر مشكله يعاني منها منفذ غدامس البري عقب تنفيذ تنفيذ القرار عدم عدم قفل المنفذ من الجانب الجزائري ما ترتب عليه انحصار الجالية الليبية المغادرة من الجزائر إلى ليبيا عبر منفذ الدبداب الجزائري قاصدا منفذ غدامس البري انحصارها بين المنفذين جالية ليبية ناس مروحة لأهلها وما نقدروش نتموا لهم إجراءات الدخول لعدة أسباب والأسباب الرئيسية السبب الرئيسي قرار الوقف السبب الثاني عدم وجود محجر صحي او ادنى الادوات الطبيه اللي ممكن نتعامل معها مع المسافرين بلدية غدامس كانت من بين السباقات في حملة الدفاع عن المواطن ضد الوباء المنتشر عالميا ويرى المسؤولون عن قطاع الصحة هناك أن الجهود المبذولة ما زالت تحتاج لتدعيم أكبر هذا وتعد المشافي العامه بطرابلس اهم المراكز التي يتجه اليها المواطن البسيط في حال الشك او الاشتباه في اعراض مرض كورونا. واشار مختصون الى انه في حال لم تجهز هذه المشافي بالاجراءات الوقائيه والطبيه فان ذلك يعد كارثه على الصعيد الطبي كعناصر طبيه وعلى عامه الناس كمواطنين وحالات مرضيه تتجه الى هذه المراكز. طلبا للعلاج، متابعة. فيروس كورونا يشكل تحديا عالميا يتطلب من كل شخص سلوكا مسؤولا من حيث الاجراءات الوقائيه، حيث بامكان الجميع كمواطنين وشركات او مؤسسات ومنظمات اتخاذ تدابير للحمايه من الفيروس والاستعداد لتفشي اي وباء معدي. مشكله القطاع الصحي في ليبيا مستمره منذ اعوام. رغم استمرار محاولات إصلاحها فالكوادر الطبية بالمشافي العامة تعاني من نقص في الإمكانيات والتدابير الوقائية البسيطة في ظل خطر فيروس كورونا الذي يجتاح العالم كوادر طبية موجودة وكان تمريض موجود بس تجهيزات قليلة بالنسبة كإحنا الباطنة يعني ما عندناش تجهيزات حاليا لاستقبال حالة كورونا طبعا المستعرف به الحراره المريض الجهاز تاع الحراره ما عندناش مستمرين في العمل احنا ما قلت لك انا سواء بهم ولا بغيرهم احنا مستمرين بلادنا احنا نخدم احنا بلادنا انت عارفه ادنى الاجور الصحه رغم هذا يخدموا خدمنا في جميع الازمات نتاع الشرب الخمر خدمنا شهر كامل تاع تسمم خدمنا في الاحداث كلها خدمنا فيها ما فيش يشكل موضوع مكافحه العدوى في المستشفيات هاجسا لدى مقدمي الرعايه الصحيه والقائمين على اداره المستشفيات بليبيا في وقت تحول الامر الى ما يشبه التحدي بالنسبه لهم بهدف التصدي لشبح كورونا احنا هذه عمليه مزمنة نقص بعض الـ منحكي لك في مجال العمل يعني نقص بعض الحاجات في العمليات و ونقص يوم السبت هنا دائما عدد كبير من العاملين ما يجوش نقعدوا في عجز شويه سواء كان تمريض ولا كان بعض الممرضات الحاجه دائما السبت بعتبر عطله وش بندير نخدم في هذا خدم روتين تاع المناوبه دائما كل يوم بشكل هذا ولكن نامل انا ما نقولكش حال الظروف صحيح لكن نامل انهم يسرعوا في تجهيزنا في تعقيم المحلات في تزويدنا بالكحول بحاجات معينه، الماسك كاب عندي انا شراها بفلوسي، هذيك كلهم الاخرين ما عندهمش. اجراءات وقائيه متعدده تشهدها ليبيا هذه الايام لمنع انتشار فيروس كورونا الذي يهدد العالم باسره. وعلى الرغم من قله الامكانيات في مراكز الدوله الصحيه الا ان الاستعدادات لمواجهه خطر هذا الوباء مستمره. سنة حبيب قناه ليبيا الاحرار طرابلس. بعد ارتفاع أسعار المواد المعقمة والواقية من خطر الجراثيم والفيروسات سارعت الجهات الرقابية لمتابعة الأمر وإيقاف المحلات المخالفة تفاصيل اوفى حول هذا الموضوع في تقرير زميل سليمان الفرجاني متابعة. أسعار متفاوتة لمعقمات الجراثيم عامة وكورونا خاصة لكن اغلبها مرتفعه مقارنه بالاسعار السابقه التي كانت عليها قبل اعلان منظمه الصحه العالميه الفيروس المستجد وباء عالميا. الاسعار المرتفعه للمواد المعقمه اثار استهجان المواطنين واصحاب المحلات على حد سواء، فالمواطن يشتكي ارتفاع اسعارها بالمتاجر، والتجار ارجعوا ذلك الى مصدر بيع تلك المواد وهو ما دفع الجهات الرقابيه الى متابعه الامر ووقف المخالفات. جولي شارع معدات طبية اللي هو نعرفه إحنا شارع الجملة في عاشور هذا شارع معدات طبية آه تم الخروج عليه وتفتيش كما تم قفل عدد من المخازن اللي هي آه قامت باحتكار المواد تعقيم والمواد الطبية للغرض من آه رفع سعرها تم طبعا قفلهم بالشمال الأحمر وتم آه الخروج إلى شركات الأدوية والمعدات الطبية تم مصادرة عدة آه من المواد الطبية والمواد التعقيم. اللي هي تم رفعها سعرها مثال نجول اللي باك والجلافز كان ب 5 و7 دينار اصبح ب 35 و40 دينار ضعف الاسعار بينما البضايع نفسها الصوم زاد والبضاعه قاعده في المخزن ما جابش بضاعه جديده الوضع تفاقم جراء نقص المواد المعقمه في السوق وارتفاع اسعارها ما دفع بعض المحلات الى التوقف عن بيعها وإغلاق عدد من المحلات الأخرى سواء لمخالفتها للإجراءات أو خوفا من الجهات الرقابية لكن ما نعرفش إن علاش غلاء بالطريقة هدية ونقص بالطريقة هي والله ما نعرف حق يا رب وبطبيعة الحال أنه ناقص في السوق هو الكمامات والمواد التعقيم كلها عرفات السبيريت والكمامات والقلوفز حتى هو القوانطيات نقصوا شوية حتى في السوق وغلو الأمور هذه كلها غلطت شوية عرفوا رغم نقص المواد المعقمة ضد فيروس كورونا فإن الجميع تحمل المسؤولية تجاه المرض الذي تجاوز عدد المصابين به عالميا المائتي ألف حالة ما دعا الدولة إلى تطبيق الإجراءات الضرورية خوفا من تسجيل إصابات داخل ليبيا هذا وبدأ سكان العاصمة في التأقلم مع تغيير نمط حياتهم اليومية نتيجة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا هذا وتبدو شوارع طرابلس أكثر هدوءا نتيجة إغلاق المقاهي والمطاعم بعد الساعة الرابعة مساء فضلا عن إغلاق صالات الرياضة وصالونات الحلاقة لمنع تفشي الفيروس في المدينة صلوا في منازلكم. نداء الصلاه الذي لم يعتد اهالي طرابلس على سماعه ترفعه ماذن مساجد العاصمه منذ اعلان هيئه الاوقاف ايقاف صلوات الجماعه بالمساجد كاجراء احترازي من تفشي وباء كورونا الذي بات يهدد البلاد. تو انت اعطيك قرار انك انت تفتح تمام من الساعه السابعه صباحا الى الساعه الرابعه. لكن بعد الرابعه الناس تتجول في الشوارع فتصير الازدحام، فيعني انت ما فيش فائده من الموضوع هو. يعني انت المفروض انه يكون يعني لما تفتح انت قصدي الاربعه انت في شباب تخدم في المقاهي تطلع الاربعه من المقهى ما تروحش للحوش يعني انت المفروض في حاجه صح لكن الناس هي مش واخده بعين الاعتبار شيء هو فهمت فيصير تجمعات فهمت يعني احنا المفروض الليبيين كان عبره من الدوله الايطاليه يعني على تمام الساعه الرابعه مساء يتبدل حال شوارع العاصمه تقفل المطاعم والمقاهي والصلاه ابوابها ضمن الالتزام بحاله الطوارئ التي اقرها الرئاسي التزام يعكس مدى جدية المواطن في تطبيق الخطوات الوقائية وتقبل الإجراءات التي أقرتها الدولة وقرار هذا نقبله حتى احنا لكن أول شيء ندوي على الاستغلال اللي جماعة المحلات وجماعة المقاهي تعال شوف سياحية جيت أخذ قهوة يقول بربع جنيه تعال شوف صندوق الزيت يقول لك ب 80 جنيه، قصدي في ناس ما عندهاش استطاعة باش تاخذ الشيء هو من 35 صندوق الزيت وصل ل 100 وصل ل 80 قصدي استغلال الناس في فرصة ما هيش لصالح البلاد ولا لصالح الشعب فهمتها الالتزام الوقائي بدا ظاهرا ايضا على العاملين بالقطاع الخاص الالتزام بتطبيق التدابير الصحيه لم يقتصر فقط على المواطن بإقفال المساجد والمطاعم وكذلك الالتزام بارتداء القفزات والكمامات لدى العاملين في القطاع الخاص، فأجهزة الدولة ووزاراتها أيضاً خصصت حملات توعية خاصة لموظفيها ضد فيروس كورونا. حملة التوعية ضد فيروس كورونا شملت عدداً من الوزارات، فوزارة التعليم شكلت لجنة للتوعية بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض. واستهدفت عددا من المختصين الاجتماعيين حكون عندنا متوالية هندسية على مستوى القاعدة عندي رسالة حتوصل لكل أخصائي اجتماعي رسالة حتوصل للمشرف الصحي للمسعف الصحي للمرشد النفسي هنا قسم التواصل هنا قدرت أني أنا على مستوى القاعدة بدي عندي فريق من التعليم يقدر يوصل المعلومة الصحيحة واللي هي مقننة وخلينا نقول ملزمة أنه هو يطبقها داخل المؤسسة التعليمية حزمه من الاجراءات الاستباقيه بدا الناس يعتادون على الالتزام بها تدريجيا مع ترقب ومتابعه لاخبار الوباء العالمي ومستجداته محمد النبوت ليبيا الاحرار طرابلس في قصه هذا الاسبوع من اخبار الناس نسلط الضوء مشاهدينا على الحملات التوعويه عبر صفحات السوشيال ميديا التي يقوم بها اطباء وناشطون لتوعيه الناس بمخاطر فيروس كورونا وطرق الوقايه الطبيب حمزه خضر استطاع ايصال نصائحه لشريحه واسعه من الليبيين واقناعهم على البقاء في بيوتهم لمنع تفشي فيروس كورونا لنتابع أنا الدكتور حمزة خضر أو الأصح الطبيب حمزة خضر أه نقري في طلب الطب، نحاضر في مواد علمية، يعني الكلام هذا التعريف بإسمي الغرض منه بنفهمكم إن الكلام اللي بينقال بينقال بصورة بي يعني بكلام علمي لكن نقوله بالطريقة الدارجة بالكلام البسيط لأني مخاطب كل الناس، يعني بنحاول إن نبسط الكلام بالطريقة الليبية الواضحة البسيطة اللي يفهمها كل شخص فينا، غياب الحرارة لا تعني غياب الفيروس، يعني نرى في ليبيا حاليا وهذه شكوك علمية وهذا الناس الدكاتره كلهم خايفين من الكلام هذا في اليومين الاخيرات اللي هو شنو هو راهو في احتمال يكون في عدد من الحالات خشوا في اليومين الاخيرات الحالات هذه حامله الفيروس والفيروس حاليا ينقسم عندها في طور انقسام وما فيش اعراض كلمه ما فيش اعراض راهي هذه حط عليها مليون خط فتره الحضانه هذه اللي ما فيهاش اعراض حط عليها مليون خط يعني انتم بيعطيكم ايحاء ان الجو مليح وما في شيء والله يبارك تدوروا في الاسواق وتدوروا في المحلات والامور تمام وما فيش حد معدل راهو لقدر الله يصير لنا زي ما صار لايطاليا اللي والاستهزاء اللي صار لهم، شوف الضريبه اللي تدفعها على ايطاليا اللي تعتبر من الدول العظمى، من الدول المتحضره علميا نتكلم انا مش ثقافه شعوب، لا لا علميا منظومه صحيه عندهم، عندهم نظام صحي، راهو ليبيا، ليبيا لعندنا نظام صحي، لعندنا منظومه، لعندنا تريننج بروجرام، لعندنا ناس يدربوا فيهم على الكوارث، يعني ما همش كواليفايد ما همش ناس يعني ما همش ناس اكفاء مش احنا اللي لا لا ما فيش حد هيئهم راه الممرضين والممرضات لو يسموا بحاله بس هذه حفا كورونا بيهربوا مش بقولوا بيهربوا. بيهربوا صار الكلام هذا في بعض المستشفيات توا الحب الصادق لو تحبوك وتحب امك وتحب ولدك وبنتك واخوتك الزم بيتك الزم بيتك شد حوشك اسبوعين المؤونه اللي عندك كافياتك والله والله باذن الله كيلو كسكسي حسدك اسبوع 10 ايام مية وخبزه نقع مية وخبزه زي الشاه تعيش ما يصير لنا شيء ما نموتوش ما في عصر ناس تموت بالجوع مفيش ما فيش الكلام هو تو احنا نعرفوا بعضنا اللي بين انت حد ياخذها بوجبتها تما واخد اقل شيء اسبوع انت يا سيدي سبزتكم ما تمتوهاش اشكاير رز اشكاير كسكسي نشمع فيهم كحول منظفات هات انت علاش باش ما تموتش تبي ما تموتش شد حوشك يلي بين تبو الفيروس ينتهي 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 حتى لو خش ليبيا ينتهي كل واحد يشد حوشه شويه الحالات لقدر الله كانت نصاب تمشي تعاي الاطباء اكيد حيعرفوا دورهم والتعقيم لانه ما حيكونوا بؤره لو, لو الاطباء نفسهم هو اكثر شيء حيكون بؤره في ليبيا احتمال هو المستشفى نفسه هو المستشفى نفسه ممكن يبدا بؤره بعدين يبدا ينقل في المرض فعلى الاقل على الاقل قدر الله نكونوا لحقنا لحاجه لو الفيروس خش ان شاء الله يكون ما خشش كل واحد يبدا من نقطة هي من النقطة هي أنا راهو خصيمكم يوم القيامة أنا خصيم كل واحد فيكم يوم القيامة سمع الفيديو وما طبقاش في مشهد هو الاول من نوعه في ليبيا صلى الليبيون جمعتهم الماضيه في بيوتهم بعد قرار تعليق الصلاه في المساجد لمنع التجمعات كاجراءات وقائيه من فيروس كورونا، هذا واختفت الحركه في سوق المشير الذي بات خاليا من الزوار بعد اغلاق المساجد العتيقه المحيطه به ابرزها جامع الناجا ومسجد احمد باشا القرملي، نتابع. المجلس البلدي لمدينة جادو رفعه حالة الاستعداد داخل المدينة لمواجهة وباء كورونا المستجد حالة الاستعداد تنفذها معظم الأجهزة داخل البلدية بالتنسيق مع بلديات مجاورة رفعت هي الأخرى من درجة الحذر لمواجهة وباء كورونا. الزميل نوري كريوة والتفاصيل من هنا إجراءات وقائية احترازية لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد بدأت بمدينة جادو حيث انطلقت الحملات التفتيشية واستهدفت السلخانات والمخابز إضافة إلى المقاهي بعد قرار المجلس البلدي جادو بتشكيل لجنة طوارئ لمكافحة انتشار الفيروس بالمدينة قمنا بلفان على المخابز والمقاهي والجزارين واسواق الخضرة وبعض المحال التجارية و... والتنبيهات اللازمه بالوقت المقفزات والكمامات و... وتم قفل بعض المقاهي اللي خارج اللي فقد النظافه فقد النظافه العامه وبدون شهادة صحيه وبعض المحلات وقفلنا من قهوه واحده لكن مازال فيها احنا لهم نصيحه ويوم لحد عندنا جوله ثانيه واللي ما بالكلام الاول ب... حيتم قفل المخابز والمحلات التجاريه والمقاهي شكلت لجان عدة في مختلف البلديات المجاورة ليكون العمل متناسقا فيما بينها لتستهدف أماكن وجود العمال والتفتيش على الشهائد الصحية وكذلك المخابز طبعا اليوم درنا حملة أمس في داخل نطاق بلدية جادو واليوم داخل نطاق بلدية كباو وبمنطقة في مناطق طبعا منطقة مشايت ومنطقة مدميرة ومنطقة المجابرة وبدين بحصر وبدين قفل بعض المحلات ومحطات البنزينه توعيه عن استعمال الكمامات والحاجات هذه لمكافحه المرض هذا اللي جانا ان شاء الله ربك يفكنا منه ورغم أنه ما فيش ولا حاله ولا كذا ولا اي حاجه موجوده داخل المنطقه الحرص لا يكلف شيئا لكن الاهمال باهظ الثمن ومن هذا المنطلق الجميع يبدي وعيا وحرصا ويظل الامل قائما ان تتجنب بلادنا ويلات هذا الوباء من جادو الى مدينه سبها مشاهدين اذ تواصل لجنه الطوارئ التابعه للشركه العامه للخدمات او لخدمات النظافه حملتها الثانيه لتطهير وتعقيم عده مراكز ومستوصفات طبيه المزيد مشاهدين في تقرير الزميل حسام ذك من هناك بامكانيات محدوده وبسيطه تواصل لجنه الطوارئ التابعه للشركه العامه لخدمات النظافه بسبها حملتها الثانيه لتطهير وتعقيم عده مراكز طبيه داخل المدينه بالاضافه الى بعض الجهات العامه وذلك في اطار الاجراءات الوقائيه لمواجهه فيروس كورونا الامر الوقائي والوقائي اللي يعني احترازي على الاقل للشركه قامت به حسب امكانيات متوفره طبعا قمنا بمخاطبه وزاره الحكم محلي بعض الاحتياجات وبعض النواقص اللي تعاني منها الشركه اللي صاير في الجنوب أكثر من ما تعاني بغازي أكثر ما تعاني من طرابلس لكن بحسب مجهوداتنا الحمد لله ربنا ربي نعتبره في الوقت الحالي في الوقت الحالي يعني كمكافحة كوقائي كو مكافحة وقائية نعتبره اشتغلنا شغل لا بأس به يعني أكثر من ثلاثين عامل قامت الشركة العامة للنظافة بتقسيمهم إلى ثلاث فرق في محاولة لتعقيم أكبر مساحة ممكنة في سبعة بينما يتمثل التحدي الأكبر في وعي المواطنين بأهمية الخطوات الاحترازية التي تقوم بها الجهات المختصة في وقت طالب بعض السكان هنا بدعم هذه الجهود وحمل الجهات المعنية مسؤولية تأخر الدعم المقدم لمواجهة هذا الوباء لما تجي لي أحد القطاعات يحاول أن يعطي ما عنده بقلة إمكانياته هذه نعتبر نعتبرها بادرة خير من ناحيتها ومفروض أن المواطن يلتف حولها ويسهلها عملية الدخول لأي مكان بعقمة والحكومات مفروض ينتبهوا لهالمؤسسات هذه اللي قاعدة بأقل إمكانياتها تحاول أن تحد من انتشار الفيروس وتعطي نوع من الثقافة المرئية للمواطن أن فيه مؤسسة تخدم للحد من الظاهرة اللي طالعة اللي هي فيروس كورونا نقص الامكانيات والتجهيزات اللازمه لمجابهه فيروس كورونا بمدينه سبها لم يمنع العديد من القطاعات الخدميه على غرار الشركه العامه لخدمات النظافه من بذل قصار جهدها من اجل الحفاظ على سلامه المواطنين هي عادة ضاربة في الخدم، توارثها اهالي منطقة فرسطة بجبل نفوسة جيلا عن جيل، حيث يجتمع اهالي المنطقة في اول خميس بفصل الربيع من كل عام لإعداد ما يعرف عند الاهالي بزميطة تغلتس. المزيد حول هذه الزميطة مشاهدينا في هذا التقرير نتابع من هناك. من العادات والتقاليد التي ما يزال يحافظ عليها اهالي فرسطة بجبل نفوسة إعداد ما يعرف لدى المحليين بزميطة التغليس مع ساعات الصباح الأولى من أول يوم خميس في شهر مارس تبدأ أسرة الحاج علي بتجهيز الزميطة التي تعد من الشعير بعد طحنه يدويا بالرحى ثم يوضع كدقيق في كيس خاص يسمى بالأمازيغية بالمزود وهو مصنوع من جلد الماعز طبعا يوم ما عادي اجتماعية ولا هي دينية ولا ترتبط بموضوع ديني ولا موضوع سياسي موضوع لللمة وللتشاور وللمصالحه لو في متخاصمين يعني نادر في متخاصمين في المنطقه الحمد لله منطقه كنا قارب بعض لكن احيانا تحدث بعض سوء تفاهم وموضوع والموضوع بسيس تغليسي كل واحد يجيب دقيق زميطة من الحوشه ويتخلطوا طبعا عند الزيتونات في المنطقة زيت ناخذوا زيت نتاعهم ونخلطوه كل واحد يجيب دقيق طبعا بالمناسبة هذه نحسبه في الضيوف ونحسبه في الناس اللي اللي مالين من المنطقة والمواليد الجدد بعد بعد من تتبسس البسيسة هي الزميطة هي تتقسم على على كل المتواجدين في منطقة فرسطة بعد الانتهاء من تحضير الدقيق يتوجه الحاج علي رفقة ابنه إلى مسجد التغليس في ضواحي فرصطة حاملا معه نصيبه من الدقيق وزيت الزيتون هناك حيث يتجمع أهالي فرسطة كل أحضر نصيبه من الدقيق والزيت حسب الإمكانيات تباشر مجموعة من الأهالي ممن تقع عليهم مسؤولية تحضير زميطة التغليص في تجهيز أدوات التحضير وارتداء الأحذية والقفازات المعقمة الخاصة بهذه المناسبة حيث يجمع الدقيق الذي تصدق به الأهالي في مكان واحد ومن ثم تبدأ عملية التحضير التي تستمر لساعات أحيانا طبعا الكمية توصل تقريبا ل 3 قناتر ثلاث ثلاث جنات الدقيق الزميتة يشوفوا العدد كم وطبعا ما فيش حاجه بالميزان كلها تقديريه بمالقي ولا ب بي... باي بي... بي... مقياس يقسم على هذه كم تقريبا يصح للشخص وشوفوا كان فاضت كميه عاودوا بمقاس اصغر بيقسموا مره ثانيه يعني كل كل شخص يأخذ نفس الكميه تقريبا ينتظر اهالي البلده في باحه المسجد الى ان تنتهي عمليه اعداد الزميطه بينما يجهز بعض الشباب والاحفاد الشاي الاحمر والاخضر وتشرف مجموعه اخرى على اعداد وجبه الغذاء التي سيلتقي حولها كافه اهالي البلده في اجواء اجتماعيه رائعه ومتميزه لن تتكرر الا في مارس من العام القادم قبل الختام مشاهدينا نذكروكم بالقعاد والالتزام بالحجم الصحي والقعاد في حياشكم وذلك من اجل صحتكم الوقايه خير من العلاج الى اللقاء